بحجة استهداف أحد معاقل تنظيم الدولة، ارتكب الطيران الروسي مجزرة من أفظع مجازره التي لم تتوقف منذ دخوله المعركة عسكريا إلى جانب النظام في سوريا. هذه المرة جاءت حصة مدينة البكمال الحدودية مع العراق في ريف دير الزور. الله أكبر، مدينة البكمال. مصادر ميدانية أشارت إلى أن طائرات العدوان الروسي أغارت على المدينة مستهدفة حي طويبة بالقرب من حديقة الشهداء والسوق الشعبي ومسجد عمر بن الخطاب ومدرسة تشرين وسط المدينة، ما أدى في حصيلة أولية لاستشهاد أكثر من 30 مدنيا وجرح آخرين وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا نظرا لخطورة الإصابات. ناشطون من المدينة أفادوا أن الطيران الروسي لم يستهدف مواقع لتنظيم الدولة الذي يسيطر على المدينة، إنما استهدف مناطق تعتبر بالمجمل سكنية بامتياز، مضيفين أن نداءات التبرع بالدم للجرحى علت منابر المساجد بعد أن تم إسعافهم إلى مستشفيات الميادين وبلدة العشارة في ظل توقف معظم المشافي في البكمال عن العمل.